بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شرف لا فيديو هادي نلقاكم بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم البنات نوريكم بعض التحضيرات الرمضانيه ولا اليوميه تفيدكم بالبزاف وبطرق سهله. عندنا كيفاش تحافظي على السلق، زوج طرق، لا شابلور مع الحميص. التحضيرات هذه تفيدكم بالبزاف البنات خاصه في الكوزينه. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا، الصلاه والسلام على سيدنا محمد. البنات التحضيرات هذه ديريهم اقتصادية، من الخضرة اللي تشريها كل يوم نحي منها نص نص باش ما تحسيش يعني منها. كي درت لكم لا فيديو كيفاش ديروا قفة رمضان، سي بور صح بيت نشارك معكم لا فيديو هذه. البنات شويه فلفل، فلفل حار وفلفل حلو، شفتوا الطريقة تاعي. نديرو انا في لاطا انونفير ونشويه، خاطر شوية كي تحطيها ديريكت فوق النار ما لازمش النار هذيك تمس الفلفل تاعكم، مضير للصحة. بعد ما شويت الفلفل البنات الحار والحلو مع الطوماطيش، درتو في طبسي ماشي في شكارة تاع بلاستيك البنات، في طبسي تاع لينوكس، درت عليه لاطا حتى برد، قشرتو ومن بعد درتو في الكسكاس وبدا يقطر دوكا البنات باش يقطر. كي تقشريه تنحيلو بيان سور الزريعة هذيك، الطوماطيش هذيك بعد ما طيبناها نقشروها ونحيو الماء اللي كاين في الطوماطيش باش يعني تسهلي العملية تاعك. انا نحب نميكسيهم برك هكدا بالميكسر. خديت البنات لي كوبلي هادو، مي لي كوبلي اللي خديتهم هنايا لي كوبلي تاع البابي، دونك الفلفل تاعي البنات ما ضفتلوش اي اضافة. نبدا نعمر في لي كوبلي هادو تاع القهوه، مي خديت الكبار نعمرهم البنات مليح، ومن بعد نص الباقي للاستعمال اليومي. يعني البنات من الخضره تاع كل يوم تبداي ديري تحضيرات تاع رمضان، في رمضان ان شاء الله تلقايه كي حسن البنات ما يصرى له والو. درت لكم ديجا دي فيديو، ولا ما حبيتيش ديريه في المجمل تقدري تحضريه في البلارات وتعقميهم. هذاك اللي بقى لي البنات درت عليه الملح، نزيد عليه زيت الزيتون ونستعملو في الاستعمال اليومي. هذا البنات يقعد لي في سنانه في الفريجيدار. اما هذا اللي درت البنات في الكيسان هذوك تاع لي كوبلي تاع البابيي نديرهم في المجمد. بعد البنات جيت هنايا وندير بطاطا السلق، تشليها مليح قدام العين روبيني، ومن بعد التشليله الاخيره ديري قطرات تاع الخل تخليها واحد 10 دقائق باش تنحي الماكسيموم تاع الحشرات. درتها في الكسكاس تقطر، ومن بعد خديت هذه الاله هذه تاع تاع شلاضه راني نجفف فيها. فوالا شوفوا الماء اللي نحيتو. دوكا البنات ناخذ شكاره تاع المجمد ونبدا نعمر فيه البنات. دونك نديرو زوج طرق، الطريقه الاولى البنات هنايا ما طيبتوش، الطريقه الثانيه نوريكم الطريقه كيفاش نطيبو. بعد ما عمرت مليح الشكاره تاعي دفستها، نخديت هنايا اون باي جبت كاع نفس هذاك، دونك هاوليك شحال خدتني بزاف. هذا نديرها في المجمد كي تنحي كاع القهوة اللي راه هنا. دونك اللي ما عندهاش بيان سور الآلة نحي الماكسيموم تاع الجرافين. خديت طاوة البنات درت زوج مغارف تاع زيت، زيت انا درت زيت زيتون، لا ما عندكش دير زيت نباتية، ندير رشة تاع الملح، ندير عليه لقطة ونكمل نطيب الربطة تاعي تاع السلق. البنات السلق شريو هذاك الرقيق كاع فيهم، هذاك اللي بنين مليح، ولا شريتي هذاك اللي عنده الاغصان نتاعو قشينه نحي الاغصان هذاك. فوالا طيبتو البنات بالماء تاعو. السلق نستعملوه مليح في رمضان لحيان ربي، نديرو بيه الكريات، نديرو بيه ليكيش مليح، واحد من الخضره اللي شريها الاسبوعيه ينحي شويه شويه باش ما يحس النهار تاع كي يوصل الاسبوع الاخير تاع رمضان ماشي يروح يجيب كلش اللحظه الاخيره من بعد يلقى كلش الاسعار غاليه. بعد ما طيبت السلق هذاك البنات حتى تشوفوا بلي السلق تاعكم طاب، درتو في الكسكاس خليتو يقطر البنات، ودوكا نعصرو. نعصرو البنات خديت هنايا ان بلا درت عليه شكاره ونبدا نعصر في السلق هذاك باش نحيلو الماء، هاوليك الماء هذاك اللي يجي من السلق. نهصر كاع هذا، نديرو كريات ونحطو في المجمد. كي يجمد لي البنات نوريكم كيفاش نكمل نجمعو. هنايا البنات خديت هنايا لا شابلور، دونك نديرو لا شابلور. البنات خديت الخبز البايت، عندي هنايا خبز الخبز الكامل مع الخبز نورمال،
درتو كي طفيت الفرن درتو في السنيوة، درتو في الفرن حتى تحمص لي، ما تحمص لي شوية بزاف. اخديت الميكسور راني نقطع فيه باش يطلع بالعقل الميكسور نتاعكم، ولا ما عندكش ديري بالكراتوار. نعمر الآلة هذه ونبدا ميكسي في الخبز بتاعي حتى يولي لا شاكلو. البنات كل العمليات هذه يعني تلقاهم كي حفيف كي حسنة، مم يعني بلا رمطة تلقاهم يعني تنحي لك فريمون 50% من الوقفة تاع الكوسينة. البنات بعد ما خلصت ميكسيتو خديت الغربال الغربال تاع البركوكس غربلتو، هذا نعاود نرجع الميكسور نتاعي نعاود نميكسي للمرة الثانية. قلت لكم انايا الخبز نتاعي حمصتو شوية بالبزاف، اللي ما تحبش تحمصو غير شوية. فوالا نعاوليك لا شابليغ نتاعي نوريكم كيفاش ندير. نبدا نحي واحد 5 مغارف لا شابليغ هادي ما نديرها حتى حاجة، البقسماط ولا كيفاش يقولو هذا نخليه بجانب كي نسحق الحاجة نديرو في الحلويات. اما هذاك اللي بقى لي دوكا نديرو التوابل باش كي نروح نستعملو نلقاه واجد. يعني البنات انا نبدا ندير الملح، ما نديروش بزاف خاطر الخبز تاعنا فيه الملح. ندير التوابل تاع الشاورما فوالا، باسكو جينيرالمون نديرو هذا باش نديرو البانيني. ونبدا نزيد شويه تاع راس الحانوت خاطر فيه كل التوابل. نزيد شويه تاع فلفل عكري احمر باش يعطي له اللون. نخلط كلش البنات ونديرو في بلاره، ماكاش حاجه كيما سهله كيما هذه. نحي عليك 50% قلت لكم من الوقفه، ولا حبيتيها بلا التوابل ما ديريلهاش التوابل. البنات كي تجمعوهم ديروهم في بلاره تاع الدجاج وديروهم في الفريجيدير، خاطر كي ديروهم في بلاكار تاع كل يوم بدات شويه سخانه تلقاوهم في سبلو لكم. هاوليك البنات المقدار اللي خرجني، مي نعاود ناحيه نربي نزيد شويه خاطر لا شابليون نستعملوها بالبزاف كي نديرو الباليني لي بولات اكسيتيرا. دوكا البنات نوريكم الاشياء كاع اللي درناهم. هاوليك الفلفل ما خليتو في المجمد الحمص هذا، دوكا كيفاش نجمعو. البنات ناخذ شكاره تاع بلاستيك ونحط هادو معنا، بعد ما جبدو نحطهم، وبعد الثاني في الاسبوع القادم ولا حيا ناربي كي نجيب ثاني الحميص نعاود نزيد الكاس جوج كيسان حتى ما نحسش هنا يعني باش نلقاه. وكي تسحقيه برك تنحي هذا السلق هذاك بعد ما جمد، هذا لا شابليو، هذا السلق بعد ما ولا كريات. الشكاره اللي درتيها فيها تقلبيها برك هكنا وديري الكريات هكذا. هاوليك البنات بعد ما تجمدوهي كي تسحقي وحده تنحي وحده، كي تسحقي جوج تنحي زوج. ان شاء الله برك تفيدكم البنات التدابير هذه، ولا ما فهمتوش حاجه كتبوا لي في لي كومونتير. ما علينا نقول لكم ان على بروشين فيديو ان شاء الله ربي في الايام المقبله نزيدكم بعض التحضيرات. البنات شوفوا لحنا في الويكاند واش درنا. ما علينا نقول لكم الا السلام عليكم.